بعدوا نور الشمعة وما أشعرته مرة أخرى. شعرت بالندم على ذلك. أزدمونا يجب يا أبي. هذا المهرجان الأول لمعهد الفنون الجميلة المسائي الذي استحدث في هذا العام وازدوج مع المعهد الصباحي، وإن شاء الله في النية أن نفرز هذه المعاهد لما لها من أهمية. اليوم لاحظنا أن هناك معلم من المعالم المهمة في محافظتنا، معهد الفنون الجميلة الذي يستقطب طلبة من المحافظات. هذا دواعي فخر وسرور لمحافظتنا أنه هناك طلبة من المحافظات من الفرات الأوسط يكونون في هذا المعهد. من الواجب علينا أن ندعم هذا المعهد بكل ما نستطيع، له سمعة طيبة. حصلنا على موافقة وزارة التربية في استحداث هذه المعاهد لأهمية الفنون ولشعورنا بأن هناك في النجف عقول كبيرة، هناك في النجف طاقات كبيرة قادرة على أن ترفع اسم المحافظة في هذا الجانب، في الجانب الفني، وبالتالي يعتبر جانب حضاري مهم أيضا لي هذه المحافظة المقدسة إن شاء الله. طبعا سابقا في بداية افتتاح المعاهد كانت هناك معارضة منذ سنوات لأهمية المحافظة، وباعتبارها محافظة مقدسة كان البعض يعتبر أن وجود معاهد فنون جميلة بهذه الكيفية، بوجود مسارح وغيرها وقد تكون أعمال فنية أخرى قد تكون تؤثر على قدسية المحافظة، لكن بعد أن بدأت هذه الأعمال لاحظوا نفس الذين كانوا يعترضون بدأوا يشجعون هذا الجانب، وبدأوا يلاحظون أن هذه المعاهد أصبحت معلم حضاري ومعلم ديني أيضا مهم، تبرز المعالم الدينية بهذه الأقلام بهذه اللوحات. غير أني أتنبه إن خلافة العرش ستستمر، أريد أن أهبه صوتي. اليوم قدم قسم الفنون المسرحية في الدراسة المسائية المرحلة الأولى تطبيق مادة التمثيل لمجموعة نصوص للكاتب ويليام شكسبير. اليوم الشخصيات الشكسبيرية تلاقت في عمل واحد. اليوم أخذنا مشهد دزدمونة وعطيل. اليوم كانت المجموعة الموجودة بالعرض هي ذول الشعوب العربية اللي انتفضوا على الكاتب ويليام شكسبير لطلعهم هم متسرعين في نصه قتل دزدمونة، فهو طلع الشخصية العربية وهي متسرعة. في اليوم شفنا ذولا هم عبارة عن الشعوب العربية، هاي المجموعة كانت هي من توضع أي كاتب ويليام شكسبير. المهرجان اليوم في معهد الفنون الجميلة محافظة نجف الأشرف حقق تطلعات وإنجازات غير مسبوقة لطلبة المعهد، حيث استقبل معهد الفنون الجميلة الطلبة من تجاوزت أعمارهم الحد القانوني للدراسة الصباحية بعد أن كان مستقبلهم مجهول، وهو بذلك رسم مستقبل زاهر لهم. هذه الأعمال الموجودة اليوم في المهرجان وهي من مواهب الطلبة، ووفر لهم المعهد المساحة الكافية والأجواء الملائمة في تحقيق هذه الأعمال البسيطة.